طب حضرتك عايز تفرجينا ايه تاني؟ بس قصه ان سفير اوكرانيا في مهرجان التمور شاف البلح بتاعنا فقال لي انتوا كويس قوي انكم انتوا عاملين زيتون. قلت له حضرتك ده بلح. فبعدين بعد ما اكل منه قال لي طب انت شلتي من البلح النوى ازاي؟ قلت له حضرتك انت اكلتها. فقال ما كانش مصدق ان البلح نفسه والبذره بتاعته مستويه، ما كانش مصدق اصلا ان هو يعني بلح. حاجه تحفه يعني، ده منتج يعمل شغل سواء في مصر او في غير مصر، لانه اعتقد ده اختراع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في ولا سيوة في حد قبل كده خلى البلح؟ لا هي احنا رحنا سيوه كنت فاكره ان هم الكلام ده هم عارفينه. لا وعملت محاضره عملي الكلام ده كله كان فيها. قالوا لي سنه، قلت له قالوا لي طبعا احنا بالنسبه لنا الشغل ده مهم قوي لان احنا عندنا النخل مرمي مش بنستخدمه اصلا. البلح عندنا ولا الاطفال بتاكله من كتر ما اتعودت على البلح. طيب قولي لي بقى تغيير لشكل البلح دي بقى ايه؟ دي حاجه اسمها كرات، احنا مسمينها كرات الطاقه. دوت عباره عن البلح برضو اللي هو الدرجه الثانيه، اللي انا بقول البلح الطريه اللي بتقابلني في البلح. درجه ثانيه حضرتك مش معناها ان في رمله او صاب. طريه او ناشفه ولا طريه؟ طريه نصف جاف بنسميه نصف جاف. بس درجه ثانيه مش معناها ان هو في رمل او مصاب. درجه ثانيه يعني ممكن يبقى صغير حجمه، صغير متني لكن دايما بيبقى سليم. انا اعملها ازاي؟ ده بفرم البلح اللي هو الطري اللي عندي او النصف جاف ده. بيتم فرمه، بحط عليه مثلا ممكن سوداني، ممكن صويا، احنا عملنا صويا سمسم، صويا مقليه دي سمسم، وجوز هند، كاكاو. في سمسم ده كاكاو. وممكن بقى انا اتحكم في النكهه، يعني انا عامله بالقرفه وعامله بالقهوه وعامله بالكاكاو. عاملين بالحبهان وبالحبهان عاملين اطباق يعني كتيرة. دي يعني الطبق ده يعمل كام بلح يعني؟ ده ما يجيش، لا ده ما يجيش حاجه خالص. نص كيلو بلح يعمل طبقين ثلاثه. دي طبعا مع التلميذ ورايح المدرسه مديله 3 4 في ورقه كده فويل احسن من بقى الحاجات اللي بره. ان انا لو حاطط في اللانش بوكس بتاعه، بس احنا مالناش دعوه باللانش بوكس ده، احنا بنتكلم على لا حضرتك حاجه ثانيه. انت كده مش هيشتري حاجه فيها طعم صناعي ولون صناعي مواد حافظه صناعيه، خد حاجه طبيعيه بيحبها. ده طبيعي 100% طبيعي، في طعم شوكولاته فهيحبه، مفيهوش سكر صناعي، مفيهوش دهون. طب لو في حد سامعنا دلوقتي وعايز يعمل المنتج ده اسهل ما يمكن، بياخد منكم براءه الاختراع ولا براءه ولا انتوا سايبينه لاي حد؟ لا الفكره في الشغل، ودي حاجه مهمه جدا احنا اتفقنا عليها، ان الشغل ده كله عايزين الناس تعرفه.